See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده. ده تالت فيلم معانا في افلام الصيف بتاعه 2023 او الافلام المصريه يعني بالاخص، وهو مراجعه فيلم عزيرو. الفيلم من تاليف مدحت العدل ومن اخراج محمد جمال العدل اللي كان قدم لنا قبل كده فيلم البدله وصاحب المقام. فيلم عزيرو هو من الافلام اللي نزلت برضو في 2023. الموسم ده احنا زي ما احنا عارفين موسم، يعني مفروض ان هو موسم مزدحم، افلام الانجليش افلام العربي، ولسه عاملين مراجعه مرعي البريمو. مرعي البريمو هتكون نزلت قبل الحلقه دي، يعني اغسطس ده بالذات يعني تحس ان في كميه افلام عربي على انجليش بصراحه مش طبيعيه. فهو شابو للشغل الكويس والكتير اللي هم عاملينه. بس انا فيلم على الزيرو اللي شايف انطباعي او اللي شايف رايي في التريلر رياكشن لما جيت عملت الفيلم ده، انا للاسف مرعي البريمو يعني لما كنت قايل ان في الفيلم ما عجبنيش والتريلر ما عجبنيش، ده البوستر حتى ذات نفسه كان باين قوي انه كان فيلم سيء. الفيلم ده برضو نفس الكلام لما جيت عملت له تريلر رياكشن وشوفت البوستر بتاعه، ناس كتيره برضو هاجمتني كتيره جدا وقلت يا جماعه الفيلم ده فعلا مش هيبقى فيه حاجة جديدة هيقدمها محمد رمضان، وبالفعل كلامي طلع صح. انا متفاهم جدا ان الناس ممكن تشوف محمد رمضان ممكن بيبقى بالنسبة لهم ايدل او ممكن بيبقى بالنسبة لهم حاجة كبيرة، بس انا ستيل عند رأيي. انا بالنسبة لي محمد رمضان لحد النهاردة، انا بقى ماليش دعوة بالمسلسلات، انا بتكلم على افلام في السينما، انا لحد النهاردة انا ما شفتش اي فيلم لمحمد رمضان يقول لا فعلا الفيلم ده كويس، لا فعلا محمد رمضان ادى اداء حلو، ادى اداء يقول لا ده فعلا ممثل تقيل. انا لحد النهاردة انا ما شفتش الاداء ده. المرتين اللي فعلا بجد شفتهم التمثيل فعليا من محمد رمضان في السينما ما كانش هو البطولة، كان فيلم الشوق اللي كان مع روبي، واحكي يا شهرزاد اللي كان مع منى زكي. الناس اللي دخلت الفيلم ده او الناس اللي لسه هتخش الفيلم ده، هو انت منتظر ايه مثلا من الفيلم ده؟ عشان انا بقى عارف يعني انا الفيلم ده والفيلم التاني مرعي البريمو، انا شفت الفيلمين يعني الاكسبكتيشنز بتاعتي ما كانش في النازل، يعني الاكسبكتيشن بتاعتي كانت في الارض، وكويس انها فضلت على الارض، لان انا بجد حقيقي سواء في الفيلم ده او في الفيلم اللي فات يعني انا ما شفتش حاجه. الاثنين سواء محمد رمضان او محمد هنيدي، الاثنين انا شايف بالنسبه لي عطوا فيك بروميسز. محمد رمضان قال لك ان الفيلم ده هيبقى نقله في الاكشن، الفيلم ده هيبقى مش عارف ايه، ده مش كلام انا يعني مش انا بخترع، ده كلام محمد رمضان وكلام محمد جمال العدل المخرج، قال لك نقله في الاكشن ومش الاكشن ومش عارف ايه، وهتشوفوا حاجه جديده وهتشوفوا رمضان في كاركتر جديد. انا ما شفتش اي حاجه جديده، انا حرفيا انا ما شفتش حاجه جديده. اللي انا قلته في التريلر ده كان انطباعي، وفعلا بعد ما شفت الفيلم ده فعلا كان انطباعي. وانا بتفرج على الفيلم محمد رمضان هو كاركتر وايز هو نفس الدور اللي عامله هنا، هو نفس الدور اللي عامله في هارلي، انا مش شايف اي حاجه جديده، هو نفس الدور اللي عامله في الديزل. ليه انا قلت بالذات فيلم الشوق او فيلم احكي يا شهرزاد؟ يعني معلش يعني الناس اللي ما شافتش فيلم الشوق او الناس اللي ما شافتش حكايه شهرزاد، اتفرج على دور محمد رمضان في الفيلم ده واتفرج على محمد رمضان في اخر كام فيلم عمله، هتحس بفرق صح؟ اكيد هتحس بفرق. انا بالنسبه لي احلى دور عمله محمد رمضان في حياته سواء افلام او مسلسلات كان ابن حلال، المسلسل ابن حلال. غير كده انا ما شفتش حاجه يعني اقول لا فعلا واو ايه ده محمد رمضان فعلا اتغير، لا شكله هيبدا انطلاقه ومش انطلاقه. انا زي ما كنت قايل برضو في التريلر ان محمد رمضان للاسف اتحط في الزون ده سواء كافلام او سواء كمسلسلات. كمسلسلات كل سنه هيطلع نفس الادوار، هيطلع نفس الاستيريوتايبنج، اللي متجوز اللي بيضرب الناس كلها، اللي دايما محطوط في الحاره، ان هو الجدع والشهم ومفيش منه اتنين. وفي الافلام نفس الكلام، الجدع الشهم اللي لازم يطلع يقول كام نكته، اللي هو اللي بيضرب الناس كلها.
انا ما شفتش حاجه جديده، انا ما شفتش حاجه جديده. الفيلم ده انا شايف ان هو ماشي يقدم قصه ما كانتش اتقدمت قبل كده، بس انا بتكلم على محمد عشان برضو الناس ما تجيش تفهم غلط، انا بتكلم على محمد رمضان ككاركتر وايز، ككاركتر رسم الكاركتر بتاعه هو هو يعني. ده حتى يا مؤمن الدور اللي حب يعمله في فيلم الكنز، الدور اللي عمله في فيلم الكنز، مش دعوه بقى فيلم نجح فيلم سيء، مش دعوه، انا بتكلم ككاركتر. الدور اللي عمله في فيلم الكنز تحس انه هو نفس الدور برضه، يعني هو محمد رمضان. اشمعنى محمد سعد نجح في الفيلم؟ اشمعنى احمد رزق نجح في الفيلم؟ عشان هو طلع من القالب محمد سعد، من الليمبي وكل الافلام اللي كان بيعملها. الكنز طلع استكشاف لعم محمد سعد، انما محمد رمضان في الفيلم بتاع الكنز ما كانش استكشاف، هو هو برضه، وهو هو في الديزل، وهو هو في هارلي. حتى كمان الممثلين اللي كانوا معاه في الفيلم، يعني نيلي كريم مثلا بالنسبه لي انا يعني مستغرب ازاي واحده نجمه زي نيلي كريم تطلع، انا مش بقول ليه تطلع مع محمد رمضان، انا مستغرب ان هي كنجمه تقيله زي نيلي كريم تطلع الى حد ما برضه سنيده مع محمد رمضان. يعني حاسس ان الدور قليل قوي على ممثله زي نيلي كريم، يعني ده من وجهه نظري. حتى كمان الادوار التانية السنيده اللي معانا في الفيلم، سواء شريف دسوقي، جهنم مراد، والناس التانية، برضه حسيتهم كاركترز عاديين جدا. حتى كاداء انا برضه ما شفتش حاجه علمت معايا، يعني ما شفتش كاركتر علم معايا، وبرضه كقصه وايز ما علمتش معايا. الولد الصغير ممكن يكون هو من الطف الحاجات اللي في الفيلم، اللي هو اسمه منذر مهران، يعني الشاب الصغير ده او الولد الصغير الطفل الصغير ده تقريبا ده ممكن يبقى تاني عمل السنه دي طفل يخطف الاضواء من فيلم. يعني اول واحد كان فيلم اول واحد كان فيلم البعبع اللي هو كان اسمه رامز اي ثينك، الولد الصغير، وتقريبا الولد ده برضو تقريبا خطف الانظار اكتر في الفيلم ده. قبل ما الناس تبدا تهاجمني في الكومنتس، الناس اللي بتحب محمد رمضان فشخ هيعجبها الفيلم، زي ما عجبهم الديزل، زي ما عجبهم الافلام الاخيره بتاعته، فهيعجبهم. الناس بقى اللي زي حالاتي، انا على فكره مش بكره محمد رمضان، انا مش بكره محمد رمضان، لما بيعمل دور حلو بطلع اقول لا عمل دور حلو، لما بيعمل قصة حلوة في دور حلو سيناريو حلو اخراج حلو بقول ان هو عمل. لكن لما معلش تقدم لي تقريبا نفس الكاركتر هو هو في تقريبا معظم الافلام او في معظم الاعمال، ما انت كده يا باشا انت برضو رايح في نفس القالب بتاع محمد هنيدي. يعني زي ما كنا بنتكلم في مرعب بيه، وانت تقريبا رايح في نفس الزخنوق بتاع محمد هنيدي بتاع الكوميدي، بس انت رايح في نفس الزخنوق بتاع الثاج لايف، رايح كم في الزخنوق بتاع كم حركة بتعملها، لازم يكون في شوية اغاني في الفيلم بتاعك، نفس كم كلمة. انتوا فاهمين قصدي صح؟ الناس اللي متابعة محمد رمضان من زمان يا جدعان فاهمة قصدي كويس قوي اللي انا قصدي على اللي انا عايز اقوله. اوفر اول كفيلم عادي، مش وحش ولا حلو، فيلم متوسط جدا، مفيش اي حاجة واو، مفيش اي حاجة اتقدمت جديدة، بس الفانز اللي بيحبوا فعلا محمد رمضان انا شايف ان هم هيتبسطوا من الفيلم. انا عن نفسي انا ما اتبسطتش من الفيلم. قيمي ليه فيلم على زيرو هو 4.5 من 10، بس ما عنديش حاجه تانية اقولها عن فيلم على زيرو. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم الفيديو تاني قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم لينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم لينكس في الديسكربشن. وباي باي.